أصدقائي أهلا وصباح الخير، زي ما احنا متعودين في كل أسبوع في نفس الميعاد مع برنامج كل الناس نيوز. صباح الخير، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع بنمر بيه أيا كان بقى، احنا حسينا بيه، احنا اتوضعنا فيه، لكن هنبتدي بالقصة بتاعتنا. القصة بتقول إن واحدة ست لقت مصباح، قعدت تنظف في المصباح فطلع لها جن، فقال لها شبيك لبيك طلباتك ايه؟ فقالت له طلباتي ايه؟ لا قبل ما تفكري، قبل ما تفكري عشان تبقي عارفه، ليجي 3 طلبات بس، هما 3 طلبات هنفذهم لك. فقالت له لا بس برضه قبل ما تتكلمي، ال3 طلبات دول لو اخترتي حاجه لجوزك 10 امثالها، اللي هتختاريه جوزك هيبقى ليه 10 امثالها. قالت له ما ينفعش انا لوحدي؟ قال لها لا جوزك ليه 10 امثالها. قالت له خلاص انا عايزه ابقى اغنى واحده في العالم. فقال لها ليك ان انت تبقي اغنى واحده في العالم، بس جوزك اغنى منك 10 مرات. قالت له اوكي. قالت له انا عايزه ابقى اجمل ست في العالم. قال لها خلاص بس خلي بالك جوزك هيبقى اجمل منك 10 مرات، يعني جوزك هيبقى معاه فلوس وهيبقى جميل، تتوقعيش ايه اللي ممكن يحصل؟ قعدت تفكر تفكر تفكر. قالت له خلاص انا ناقص لك طلب واحد بس. قالت له انا عايزه يبقى يجي لي أزمة قلبية بسيطة قوي، بسيطة قوي. اللي أنا عايز أقوله أصبح الأول على سوسن عشان سوسن بتضحك. صباح صباح الخير الخير. يا سوسن. أنا عرفت كده نهاية القصة، هو هيجي له 10 أضعاف الأزمة القلبية البسيطة اللي هتجي لها فتخلص منه، لا يقدر يتجوز عليها ولا يستمتع بفلوس ولا حد يعاكسه. خلصت. ايه اللي حصل هنا؟ غارت. غارت طبعا. هل الغيره ممكن تؤدي الى الوفاه؟ يعني تؤدي الوصول ان تقدر ان انت بغيرتك الزياده عن اللزوم توصلها لهذا الكره الرهيب؟ بيقولوا ومن الحب ما قتل. الانسان لما بيحب قوي ممكن يغير قوي، يعني أنا بعتقد دايما إن الدافع الأساسي للغيرة الشديدة هو الحب الشديد. تمام. لو ما حبش قوي مش هيغير قوي. كويس. بدليل إن في مثلا تلاقي ستات أو رجالة في الحالتين مكبرين، ما بيهتموش، ما بيغيروش، مش بتفرق معاهم. دول أنا في اعتقادي ما بيحبوش، لو حبوا هيغيروا. طب هل في فرق ما بين الغيرة وحب التملك؟ هو طبعا على رأي ما ألهن إحسان عبد القدوس، هو خيط رفيع جدا. كويس. ممكن الإنسان يتخطاه بين التملك والغيرة، يعني ممكن يبقى فعلا أحيانا بيبقى تملك. بس عايز أقول حاجة، إحنا ليه، ما هو الحب تملك. تمام. يعني ليه دايما بنفرق إن الغيرة ممكن تتحول لتملك؟ هو الحب اتنين بيمتلكوا بعض في النهاية يعني. تمام. فلازم بيبقى فيها تملك. أنه أصعب، الغيرة من ولا على؟ الاول انت مريتي بأني واحده فيهم؟ الاثنين. طيب. اكيد الاثنين. طبعا احنا بشر، يعني احنا ما احناش انبياء، وبالتالي احنا بنمر بكل المراحل. طبعا ممكن تغير من حد، من نجاحه، من انه ممكن يبقى متفوق فانت نفسك تبقى متفوق زيه. ممكن تغير من، يمكن انا ما اعرفش حكايه الجمال وكده، انا ما بغيرش منها، لان دايما انا الجمال بالنسبه لي هو جمال الروح. طبعا. بعيدا عن جمال الشكل يعني. في ناس جميله شكلا كتير قوي ولا تتحمل ان انت تقعد معاهم 10 دقايق، فالجمال اكيد نسبي يعني. لكن والغيره على، طبعا اكيد موجوده، انت بتغير على كل حد قريب منك، انت بتحبه، ولادك، جوزك، اهلك، بتغير حتى على وطنك، بتغير يعني بس على انا بعتبر أصحابك. يعني انا بعتبر، ما اعرفش، من وجهه نظري ان الشخص اللي بيغير، بدايه الغيره عدم الثقه في النفس، ده جزء مهم، وعدم الثقه في الشخص الاخر. يعني لو انا هبتدي ان انا اغير فاكيد انا مش واثق في نفسي، ده جزء، لان لو انا واثق في نفسي دايما هدفع الـ 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 الشخص اللي انا بحبه، زوج، حبيبه، صديق، هدفعه للامام. لكن لو انا حاسس ان انا عندي قصور ومش واثق في نفسي، ببتدي من هنا اشده، مش عايزه ينجح، اغير من نجاحه، اعمل له عراقيل. لا انا مش معاك في كده خالص. مش معنى ان انت تغير معناها ان انت مش واثق في نفسك او مش واثق في الشخص الاخر، ولكن احيانا مواقف معينه هي اللي تدفعك للغيره.
يعني يحدث حدث قدامك. قولي لي مثال. او موقف مثلا، يعني هقول لك مثال بسيط. مثلا واحده وجوزها ماشيين في مكان كويس، فجاه حست ان جوزها بيبص لواحده تانية ودي بتبص له، والاثنين بيلغوا بعض وهي قاعده يعني قاعده بتتفرج. بالتالي هنا هينشا جواها غيره حتى لو هي واثقه في نفسها، ولكن الموقف دفعها تغير. رد فعل جوزها انه بص للست دي وطول النظره وهي بتبص له وطولت، اكيد هيدفعها انها تروح زغدام الديالو كده، يعني فوق اصحى انت بتعمل ايه. هنا حصل غيره. تمام. يعني حتى لو هي جميله وواثقه من نفسها، الست بتنجرح قوي لما تبقى ماشيه مع جوزها او حبيبها او ايا كان وتلقاه بيبص على واحده تانية، اكيد ده يجرحها قوي. طب والزوج اللي بيغير من مراته من نجاحها؟ ده بقى اصل الغيره من النجاح دي حاجه تانية. تمام. يعني سواء ست تغير من نجاح جوزها، ده لا، ده بعتقد ان هنا بقى في حته مرضيه. ليه؟ لان اكيد الست نجاح جوزها من نجاحها. تمام. واكيد الراجل نجاح زوجته من نجاحه، يعني الاثنين لما هيبقوا ناجحين ده الاسره كلها ناجحه، ده هينعكس على الاولاد، هينعكس على نفسيتهم، هينعكس على مستواهم المادي والفكري والثقافي وكل حاجه. وبالتالي يبقى هنا اما حد فيهم يغير من نجاح الاخر وما يقفش وراه ويدفعه انه ينجح، لا ده نوع من انواع المرض. ولا هو بيفتكر ان ده يعتبر حب امتلاك، وان الشخص ده المفروض انه ما يعلاش عليه، والشخص ده المفروض ان هو يبقى واصي عليه، والمفروض ان هو يبقى هو الاعلى. مفيش حد واصي على حد. كويس. اكيد. يعني هي عايزين نغير. هي كيان وهو كيان. الاتنين بيكملوا بعض. طبعا. كويس. طبعا. يعني احنا كنا محاضرين في مؤتمر من المؤتمرات وكانوا بيتكلموا عن المرأة، وكانوا بيتكلموا عن دور المرأة في المجتمع. فاتكلمت وقلت أنا بشكر كل امرأة موجودة في المؤتمر، وبشكر كل امرأة موجودة إن هي بقى ليها كيان وشكل، بس بشكر إن كل امرأة موجودة هنا وراها رجل بيثق فيها، وراها رجل كان بيدفعها إن هي تكون موجودة علشان تؤدي الرسالة دي بقوة. فمش عايزين نهمل، يعني دايما الاتنين شركة في النجاح. في النجاح طبعا. فيجب على كل رجل وكل امرأة ان هي ما تغيرش من نجاح جوزها، وهو ما يغيرش من نجاحها، لانه ده بداية هدم الأسرة. اكيد. طب. لا ده في راجل ممكن يعمل حاجات، يعني يغير من ان مثلا مراته قاعدة على الفيسبوك وهو قاعد، يعني وعامل مليون حساب وعامل مش وعايش حياته، هي لا منعها، لا يبقى لها حساب ولا تدخل. طب ما يعني ده نوع من انواع الغيرة المرضية. ولو هزرت مع واحدة صاحبتها يعمل كارثه، وهو بيهزر مع اللي ما يعرفهمش، مع كل اللي ما يعرفوش هو فاتح يعني. فهي دي هنا بقى دي الانانيه وده التملك. هنا ده نوع من انواع المرض وليس الغيره. لكن الغيره كمان بتنشا من حاجه، لما انت تحس ان الطرف الاخر مش محل ثقه، بمعنى ان انت شفت اكتر من موقف اثبتوا لك انك ما تثقش، لازم تبقى قلقان. تمام. وبالتالي هنا هتنشأ الغيرة، بس ما تبقاش تملك، لا هي فعلا غيرة، بس غيرة لانك عارف ان الشخص ده لو اتحط في موقف معين مش هيكون على مستوى الموقف وهيتصرف تصرف خاطئ. طب لو حد بيشوفنا وهو حاسس فعلا انه مر بتجربة انه بيغير من مراته، من نجاحها بيغير من مراته، من شكلها بيغير من مراته، ان هما بيبقوا قاعدين مع الاسرة كلهم وهي بتقدر انها تكون جذابة في الحديث، بتقدر انها تلم الاسرة حواليها، وحس بكده يعمل ايه؟ علاجه يعني روشته بسيطه علشان نقدر ما يتطورش الموضوع ده ويبقى مرض نلحقه. اولا انا هقول له حاجه مهمه جدا، هقول له انت لو بتحبها وبتحبها قوي انت هتبقى مبسوط بيها قوي، مبسوط انها نالت اعجاب كل الناس وهي قاعده، لان ده على فكره بيبقى وراء انت. هي لولا انها سعيده معاك وسعيده في حياتها، لولا انها مقبله على الحياه، فبالتالي بتشع سعاده في اي مكان هي بتبقى متواجده فيه. لكن لو هي حياتها كئيبه معاك وتعيسه ومنكد عليها عيشتها، اكيد هتبقى ست كئيبه وهتقعد سوري يعني زي البومه في المكان، مش بتنطق ولا بتتكلم، وده كله هينعكس عليك في الحياه. ده بالنسبه للزوج والزوجه. تعالي بقى نشوف الاصدقاء. اللي هم بيعملوا اصدقاء. اللي بيعملوا أصدقاء. اصدقاء ودول كتير. مريتي بكده؟ طبعا. مين اخرهم؟ لا 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 انا مش هقول اسامي، انا ممكن اقول حروف. لا انا عارفهم. انت عايز توقعني في الغلط. انت عارفهم طبعا. انت عارفهم. ايه اللي حصل؟ ان انت اوقات بتثق في ناس. طبعا. فعلا بتثق في اصدقاء وممكن تقعد تحكي لهم كل اسرارك. طب هل حكاياتنا لاسرارنا؟ غلط. حلو.
يبقى انا طالما ما تحملتش السر جوايا وما ثقتش في نفسي ان انا اكتم سري ما هسيبش حد تاني. لا احاسب لان انت كان في حد مصدر ثقه بالنسبه لك. ما هو المصدر ثقه بتعتبره زيك بالظبط. لا في نقطه دي انا مختلف معاكي فيها. انت ممكن تحكي لي مشكله قويه جدا عندك بس مش لازم انا احكي لك المشكله، ممكن احكي لنيفين، نيفين مش لازم تحكي لي، ممكن تحكي لك. ممكن احمد مش ممكن واحد مش يحكي لك انت. يعني انا عايز اقول ان كل شخص انت ممكن تبقي فاكره ان انت لما بتحكي لي سري سرك ان انا لازم احكي لك سري. لا اما انا مش برتاح لك وانا بتكلم، مش حاسس ان انا بقول يبقى لك سر. مش صديق. لا يبقى ما ينفعش. حتى في اصدقائنا كده، مش لازم كل الاصدقاء يبقوا كده. مش لازم احنا الاثنين نحكي سر بعض. لا لازم، طالما ان احنا بنرتاح لبعض يبقى هنا لازم يبقى كلنا سرنا مع بعض. يعني انا الحقيقه كان ليا صديقه الله يرحمها يعني، لكن انا ما كانش في حاجه في حياتها. هي ماتت؟ الله يرحمها. الله يرحمها. لا كانت في حاجه في حياتها تخفيها عني ولا انا اخفيها عنها، لا كانت صديقه مخلصه الله يرحمها يعني. وهي يمكن معروفه الفنانه ناديه فهمي رحمه الله عليها يعني. كنا فعلا اكتر من الاخوات، عمرنا ما اختلفنا، بنخاف على بعض قوي، بنحب بعض قوي. ما فيش حاجه، اي حاجه هي متضايقه منها تحكيها لي، اي حاجه انا متضايقه منها احكيها لها، كانش بينا اسرار. بينما في العصر الحالي او في الوقت الحالي في ناس انت ممكن تبقى ارتبطت بيهم من زمان وايام دراسه وايام كده، وبعدين فجاه تبعد فتره وترجع تكتشف ان الناس دي اتغيرت، مش زي ما انت سبتها او زي ما انت توقعتها، او يمكن انت وقتها كنت مخدوع ووصل لك بشكل مختلف. لما قربت او لما نجحت شويه او لما تحس ان بقى في فعلا غيره منك، غيره من نجاحك، بل ممكن توصل لمرحله التهديد، ان انت تهدد، يعني تهدد بكشف اسرارك، تهدد بان انت حكيت في ده انا يوم من هقول لك الايام. حاجه. انا اعرف واحد صاحبي صاحبه بيحبه جدا لدرجه انه بوظ العلاقه ما بينه وبين خطيبته علشان يحتفظ بيه. علشان يحتفظ ما بيه. ده انانيه. قمه يعني. فانا لما قعدت معاه استغربت جدا، يا ابني انت بتعمل ايه؟ يعني انت علشان بيخرج مع خطيبته مش موجود معاك تبوظ العلاقه ما بينه وبين خطيبته علشان تبقوا اصحاب؟ ما هو حياته الخاصه دي مهمه جدا طبعا. لازم يتزوج البنت اللي بيحبها اللي اختارها، لانه كده كده هيتجوز البنت اللي بيحبها. بالزبط. فانت ما تبقاش انت عائق لا ده في انا هقول نجاحه، حاجه ما تانية تغيرش بقى. من ده في حاجه تانية بتحصل ودي بتبقى الكارثه، ان مثلا الصديق يغير من صاحبه انه متجوز واحده حلوه او جميله او راقيه او شيء، ويبقى عاوز لا هو يسيبها عشان هو يتجوزها، والعكس تبقى غيرانه من صاحبتها انها مرتبطه بحد كويس او جميل، فتبقى مين اكتر نفسها. بيعمل كده، الرجل ولا المرأة؟ لا يمكن الراجل اكتر. لا الست اكتر. لا لا ليه؟ هقول لك ليه. احنا ما شفناش راجل دخل حياة اسرة وخد زوجة من جوزها، لكن في كتير صحبات بتتجوز لا والله، وفي ده وفي ايوه ده النسبة صدقني. الاكبر ستات يمكن، بس ده موجود وده يمكن موجود. ايه وده حقيقة. وفي رجالة بتخرب فعلا كتير جدا العلاقات، بل يمكن يحاول يسئلها من خلال ان هو دايما يحرضوا عليها علشان يسيبها ويبعد عنها، وهو يجي يعرض عليها ان هو يرتبط بيها. تمام. يعني انا عايز اقول ان احنا مش كل الناس اللي بنحكي لهم اسرارنا لازم نقول لهم كل اسرارنا. ده حقيقي. تمام. ولو هنفضفض مع حد، الناس بجد الحقيقيين اللي بيحفظوا اسرارنا هم قرايبنا، هم اهلنا. مش شرط برضو في الوقت ده. لا هقول لك، بس هم دول اللي بيخافوا عليك يعني بجد. يمكن الام تخيل ان ممكن اخوات يختلفوا فتطلع اسرار اختها. مش للدرجه دي. لا للدرجه دي والله بيحصل. لا يبقى في حاجه غلط في الاسره دي. لا هو في حاجه غلط بقت في المجتمع ككل، ان ما بقاش في ثقه فعلا في الاخرين، وان الناس بقت انا وبس، ودي مشكله. اما يعني زمان كان ممكن انسان يؤثر صديقه على نفسه. ده ما بقاش بيحصل. انا اقول لك كلمه قالها الشيخ الشعراوي ودايما بقولها، بيقول لك عايز كل نعم الدنيا تجيلك، كل نعم الدنيا تجيلك اللي انت شايفها، حب النعم لصاحبها. اكيد. كويس. يعني مهما الاشخاص اللي بنعرفهم في حياتنا ناجحين، مهما الاشخاص اللي بنعرفهم في حياتنا قريبين منا، اصدقائنا، معارفنا ناجحين، نحاول ان احنا ندفعهم للنجاح معاهم، نحاول ان احنا نزودهم يبقوا معاهم، ما نبخلش وما نخفس وما ناخدش حق حد وما نغيرش منه. ليه ما بنحاولش كلنا ان احنا نبقى زيه؟ بل ليه ما نكونش احسن منه؟ احسن منه في الشكل، احسن منه في الاسلوب. اولا مفيش حد بيغير من حد اسوأ منه. صحيح. اللي بيغير صحيح. فبيغير من حد ناجح. أحسن. اللي بيغير
فبيغير من حد احسن منه. ويوم ما تحس ان انت في حد احسن منك، قلبك اكيد في حاجة سيئة لازم تلغيها، لانك حسيت بمرارة جواك. المرارة دي لازم تشيلها علشان تعرف تعيش حياتك، لانك طول ما انت حاسس بالغيرة، وهسميها الاقوى شوية الحقد، وان انت جواك غيرة ووصل للحقد، طول ما انت مش هتعرف تعيش حياتك، وهتبقى ممثل، بس ممثل مش قدام الكاميرا، ممثل في الحياة، ان انت بتظهر عكس ما تبطن، وده اسوأ حاجة. ان انا اخد ده كنموذج للمنافسة الشريفة، بمعنى ان انا لو لقيت حد ناجح، حد كويس، طب ما انا احاول انجح زيه، انا مش اغير منه واحقد عليه، لا احاول اعمل زيه، احاول اشوف انا موهوب في ايه، انا اقدر اعمل ايه اللي انا يخليني انجح واوصل للي هو وصل له، لكن انا احقد عليه وابقى عايز ادمره وعايز اقضي عليه، هو ده اللي يبسطني وانا واقف محلك سر؟ طب ليه؟ هو ده الحقد بقى فعلا، او الغيره اللي زي ما انت قلت بتتطور وتوصل لحقد وكراهيه. طيب احنا دايما بنحاول ان احنا نتكلم على كل شيء ناجح طبعا، ونحاول ان احنا نبقى فخورين بالنجاح، بس بنقول سلبيات كتير برضو. بس خلينا في النجاح. احنا النهارده معانا مخرجه تحب مصر وتعشق الكويت، من اعمالها المتميزه فيلم القاهره حضاره وعراقه، المخرجه راقيه متعب، تم تكريمها في دار الاوبرا الكويتيه وحصولها على جائزه الدوله التشجيعيه عن فيلم روح الكويت، اللي بتسجل بيه مسيره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. احنا معانا تقرير نحب نتفرج عليه، وعايزين نقول ان احنا في برنامج كل الناس نيوز، اي حد في الوطن العربي، اي حد في مصر بيقدر ان هو يكون متميز وناجح، يبعت لنا واحنا على طول هنعمل اضاءه طبعا على كل النجاحات الموجوده طبعا، وخصوصا الحاجات اللي بتمس مصر. نتفرج على التقرير ونرجع تاني. جائزة الإخراج التلفزيوني وفازت بها عن الفيلم التلفزيوني روح الكويت، المخرجة راقية المتعب. بحصولي على جائزة الدولة التشجيعية في فرع الإخراج التلفزيوني عن فيلم قدمته عن حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، وهو بعنوان روح الكويت. طبعا هذه جائزة تعني لي الكثير، يعني لأنها جائزة من ديرتي وتشجيع من ديرتي. قبلها أنا حصلت على جائزة التميز والإبداع في مونديال القاهرة 2016 عن القاهرة حضارة وعراقة. اليوم أنا سعيدة جدا بحصولي على جائزة الدولة، اللي هي أنا أعتبرها دافع لتقديم الكثير من إنجازات ونقدم شيء لتلفزيون الكويت وديرتنا. ألف مبروك وكل التحية للمخرجة راقية متعب. بجد أنا سعيد. قد إيه الفن بيقرب الشعوب طبعا وبيجمعها، يعني ما تبقى فعلا مخرجة كويتية وتتأثر قوي إنها تعمل فيلم عن مصر وعن حضارتها، فأكيد يبقى لها كل الشكر. يعني أنت عارفة أن في عمل غنائي كنت اشتركت فيه، أغنية اسمها مصر أم الدنيا وجيشها قد الدنيا، دي موجودة في الإذاعة والتلفزيون بتتذاع، للمطربة هادية التونسية، مطربة تونسية، كلماتي المصري، ألحان الملحن فهد حداد الكويتي، ما شاء الله، توزيع ياسر عبد السلام موزع مصري. تخيلي تونسية وكويتي بيندمجوا ويطلعوا أغنية عن مصر. فأنا عايز أقول إن الفن دي رسالة مهمة، ولما نتكلم على الفن لازم تقول لنا رسالة الفن مهمة ازاي. على فكرة الفن كان زمان كده،
تمام. واحنا فعلا زمان كان يعني احنا بنحتوي وما زلنا على فكره كل الوطن العربي من مطربين من ممثلين، مصر دايما فاتحه بابها للجميع وفتح قلبها للجميع، حتى في الدراسة مش بس في الفن طبعا. يعني أغلب في الدول العربية بيجوا يدرسوا في مصر، حتى مسرح طب هندسة في مصر، فمصر دايما هي قلب الوطن العربي. الحقيقة كل الشعوب العربية دايما متأثرة جدا بمصر وبحضارتها وبالشعب المصري، يعني احنا بنحبهم، احنا شعب مضياف، وعشان كده هم برضو بيحبونا. لازم يبقى فيه رابطة الدول العربية أو القومية العربية، قوميتنا دي اللي بيمثلها بيقويها الفن طبعا. يعني الفن من بقى أفلام، عايزين نرجع نعمل أفلام زي زمان مشتركة، إحنا ما بقيناش نعمل ده طبعا. يعني دلوقتي بقى كل حد بيعمل أفلام خاصة بيه لوحده، لا زمان كنا بنعمل أفلام مشتركة وعملنا أفلام كتير قوي مع سوريا ومع لبنان وكده، عايزين نرجع نعمل أفلام مشتركة سوا، نعمل أغاني زي مثلا وطني حبيبي الوطن الأكبر، كان كل المطربين جنسيات مختلفة بتغني فيه، بنعمل مسرحيات ونلف بيها الدول العربية، ونعمل إحنا دلوقتي بنعمل مسرحيات. إحنا فقدنا جزء مهم جدا، وهي الثقافة المصرية اللي كانت موجودة من المسلسلات المصرية اللي كانت منتشرة في كل الوطن العربي، ده فقدناها. ده اللي علمت كل الوطن العربي من شباب من شابات من موجودين دلوقتي وكبار في السن حب مصر، حب اللهجة المصرية، حب الشكل المصري اللي كان بيبقى حلو من الشاشة. أيوة بس من إيه المضمون السبب؟ ما هو لازم نسأل نفسنا ليه تراجعنا، ليه احنا كمصريين ودراما مصرية تراجعت وما بقتش لها الريادة. لازم نقف عند النقطة دي في حلقة من الحلقات نتكلم فيها أكيد لازم. طيب طبعا أصدقائي هنطلع فاصل إعلامي ونرجع تاني ونكمل بعد الفاصل اللي هنعمله إن شاء الله. أهم حاجة إن احنا على قد ما نقدر نوصل رسالة مهمة جدا لكل الناس اللي بتشوفنا، إن احنا البرنامج بتاعنا مش بس بنتكلم في موضوعات مهمة، احنا بنلقي الضوء على بعض الأشخاص الموجودين طبعا. اللي لازم يكون موجودين معانا علشان نقدر نتكلم معهم باشكال مختلفة. أكيد. البرنامج بتاعنا بس مش عايز اقول ان هو هنتكلم ونناقش المشاكل بس، احنا لازم نبرز كمان فيه طبعا بعض الايجابيات، نلقي الضوء على كل الناس اللي فعلا بتقدم نموذج، يعني بتقدم نموذج يحتذى بيه، قدوة طبعًا. يعني وانا طبعا بس عايز انوه عن حاجة محمد، ان انا ان شاء الله احتمال كبير جدا ان انا ما اشاركش في الحلقات الجاية حلقتين الجايين، نظرا لان انا موجودة في اسكندرية من بكرة ان شاء الله العرض المتفائل على مسرح بيرم التونسي، فبالتالي يعني معلش هتوحشوني بس انا هحاول لكن ما وعدتش ان انا اقدر اجي. طيب نطلع فاصل اعلامي ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم تاني مع الجزء التاني من الحلقة. و معانا بقى النهارده نيفين حسن منورانا، وحشتينا وبقالك كتير مش بتيجي معانا والناس زعلانه. كمان والله وحشتوني جدا جدا ومفتقداكوا جدا كمان، وصباح الحب والسعاده على احلى مشاهدين برنامج كل الناس نيوز. صباح الجمال، صباح الحلو. نيفين النهارده احنا زي ما سمعتينا في الجزء الاولاني كنا بنتكلم على الغيره، وهل مرينا في حياتنا بان احنا اتغار مننا ولا اتغار علينا؟ احنا الاثنين طبعا، انا مريت بالاثنين، اتغار مني وغيرت طبعا. وزي ما سمعت كل الكلام اللي قالته سوسونه حبيبتي، طبعا كلامها كله مظبوط فعلا. طيب لما الشخص بيحس بالغيره تنصحي اي ست بتحس بالغيره بايه؟ الست اللي بتغير من جوزها او بتغير من اي حد لازم تصلح من نفسها. تمام. تشوف مثلا هي بتغير من ايه بالظبط، او هو ايه الحاجه اللي مش موجوده فيها تقدر ان هي تصلح من نفسها وتعدل من نفسها عشان ما تغيرش على جوزها منها. ولو الراجل بقى، هو ده اللي كنت عايز اقوله لك. لا ولو الراجل، ولو الراجل يعمل ايه علشان هو بيغير من نجاح مراته؟ دي بقى مشكله كبيره جدا. يعني هو غيران من ان مراته ست ناجحه، ممكن تبقى مراته مشهوره، فده مشكله بقى. لو هو كمان مش مشهور او مهنته ما بتساعدوش على الشهره، هو بيشتغل مهنه في الظل، بيأدي وظيفته كاي راجل عادي، ولكن هي ممكن معروفه كمان يكون ناجح. يمشي معاها في الشارع، هي معروفه. مع ان انا شايفه ان دي ميزه، انا مش شايفه ان ده عيب. المفروض ان هو يفرح لنجاحها، لان زي ما احنا قلنا في الاول او زي ما انا سمعت في الاول ان نجاحها ده بينتسب ليه هو. هو ده لما يبقى انسان سوي اكيد. اكيد طبعا، لان نجاح اي حد فيهم بينعكس على الاخر. اكيد دي اكيد ما فيهاش كلام. طيب احنا معانا تليفون. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه اسراء صباح الخير. صباح النور. احييكم واحيي هذا البرنامج، واحيي الفنانه العظيمه شوقي الربيع، ربنا يخليك، والفنانه نيفين حسن. والله نورت الشاشه، والله ربنا يخليك يا رب. يعني سوسن الربيع ونيفين حسن ومحمد لا كلكم طيب. منورانا حضرتك منين؟ ربنا يخليك يا سوسن. انا طبعا بعتت موهبتي يعني كذكريات مني ليكي. تمام. للاستاذه بشاير. والله بعتها على موبايلها. تمام. طيب وانا بحب البرنامج هذا وبحبك والله حبيبتي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. طيب حضرتك منين بقى الاول؟ نعم. حضرتك بتكلمينا منين؟ من اليمن. اليمن. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طيب تحبي تشاركي معانا في موضوع الغيره؟ يعني ايه رايك في الغيره من الست الراجل او من الراجل للست؟ الغيرة مش عارفة، يعني لما الراجل بيغير على مراته يعني بيقول يعني بيحبها، يعني علشان بيحبها. بس الغيرة من نجاح ده يعتبر حب ولا يعتبر مزودها شوية؟ بس الغيرة بتأدي يعني بالآخر يعني كده التوتر وأمراض كده يعني في الآخر يعني. أكيد. تمام. تمام. مش حلو الغيرة مش لازم يعني. مش بس يعني المفروض إنها يبقى لها حدود، ما تزيدش عن حدها فتتقلب ضدها يعني. لكن اعتقد ان لو في حد ما غرش على التاني تبقى الحياه ممله. دي حقيقه. طيب تحبي تقولي نصيحه لكل ست بتغير او رجل بيغير، تحبي توجهي لمين الرساله بتاعتك او النصيحه؟ اوجهها لكل ست ولكل راجل، يعني مش لازم الغيره يعني. تمام. مش لازم يعني الواحد يغير على مراته او الزوجه بتغير على زوجها يعني. انت متجوزه؟ لا. لا يبقى ما جربتيش تشتغلي. مخطوبه؟ بنشوف المسلسلات، بنشوف يعني المسلسلات، بس ممكن لما تتجوزي الوضع يختلف. تعالى خليها زي ما هي. دي حاجه بايد ربنا، مش عارف. لا لا ان شاء الله ان شاء الله. بس اللي انا عايز اقوله ان انا بتكلم مصري لاني بحبك يا استاذ سوسن، والله بحب الكلام. يا حبيبتي ربنا يخليك. ربنا يخليكم من نجاح لنجاح ان شاء الله. ربنا يسعدك. ويا ريت. انا احب اقول بيتين كده للفنانه سوسن ربيع، ممكن؟ اتفضلي. اتفضلي. سوسن غلا قلبي ونظره عيوني، سوسن مكانك تحت مرقد جفوني، سوسن ويا ليت كل البشر سوسن. ونيفين كمان حسن، ربنا يخليها ونورتها كمان. الله عليكي يا رب. جميله. انت جميله جدا. استاذه اسماء، لو انت مقيمه في مصر ولا بتكلمينا من اليمن؟
من اليمن. اليمن ان شاء الله لما تشرفينا في مصر يعني نحب ان احنا نتشرف بيكي وتقولي الكلام الحلو ده على الهواء. بنشكرك بجد يعني. ميرسي قوي استاذه اسراء، مش كده استاذه اسراء؟ استاذه اسراء نورتينا. الصوت واطي، الصوت واطي. انا بشكرك استاذه اسراء، الخط قطع. بشكرك جدا 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 وكل تحيه. انا لازم اشكرها بصراحه على الشعر. انا اللي بشكرك جدا جدا بجد، الف شكر ليكي وكل فعلا شعب اليمن واهل اليمن الطيبين الجمال. وميرسي حبيبه قلبي قوي، اشكرك جدا. شفت ان فين جيتي على طول المكالمات جت؟ حلو والله، مش حلو عليكم. نرجع تاني لموضوع الغيره. نصيحه لكل بقى رجل بيغير على مراته، نقول له ايه؟ انا شايفه ان لازم يكون عنده ثقه في مراته اكتر من كده، ان يسيبها ان هي تعمل اللي هي عايزاه، بحيث ان سوسن من شويه كانت بتتكلم بتقول ان الست لما تيجي تكلم صاحبتها على الواتس او التليفون جوزها يقعد حتى لو ضحكت يمنحها. طب وهو؟ لا هو براحته. هو فعلا بيكون براحته. هو بيقبل على نفسه حاجات ما بيقبلهاش على مراته. كويس. يعني وطب نصيحتنا ليه بقى ايه يعني بجد؟ علشان في لسه انا بقول لك، هي نصيحتي لاي زوج لازم يكون عندك ثقه في مراتك ويديها مساحه ان هي تقدر محمود. تعمل اللي هي عايزاه. محمود معانا؟ محمود والله معانا. الو صباح الخير استاذ محمود. صباح النور. صباح. معلش الصوت، صوتك ان شاء الله محمود. هايل. ممكن استاذ محمود بس توطي التلفزيون عندك؟ اسمعنا من التليفون عشان في صدى. ماشي يا فندم. صباح الفل. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اتصرف محمود. اتصل بينا تاني، اتصل بينا تاني. حاولوا فصل. نرجع بقى تاني نتكلم، كنا في جزئيه كنا عايزين نتكلم عليها. لو سيبنا الغيره نتكلم عن جزء مهم جدا في الوقت الحالي وهو الانتماء. الانتماء. طبعا. كلمه الانتماء دايما بتحس ان انت طبعا الانتماء بيبقى للحاجه الاكبر وهو الوطن. الوطن اكيد. بس اكيد لما نيجي نتكلم عن الانتماء احنا في مراحل للانتماء. نتكلم عن المرحله الاولى اللي انت شايفاها مهمه في جزء الانتماء. اول مرحله الانتماء للاسره. للاسره. للبيت، للاب، للام، للاخوات. دي مرحله الانتماء الاولانيه اللي بيبتدي الطفل يعرف يعني ايه كلمه انتماء. طبعا. هو بيحس ان هو منتمي لابوه، منتمي لامه، لو بعد عنهم شويه بيحس ان في حاجه ناقصاه. طيب اطفال الصغيرين اللي بيسمعونا، انا عايز اقول كلمه الانتماء معناها ايه علشان بس لو في اطفال من سن 6 8 10 الانتماء. طيب. انت الاول اول ما بقول لك انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انت بتشجع ايه؟ انت بتشجع ايه؟ زمالك. زمالك. اهلي اهلي. خلاص. أو ده نوع من أنواع الانتماء. ده نوع نادية وافتخر. أوفياء للأبد. سنظل أوفياء. أنت عارف. فده نوع من أنواع الانتماء. يعني زمالك، هي بتشجع الزمالك ففريقها ومنتمية لهذا الفريق وبتشجعه. طبعا. خسر، كسب، مفيش، معايا بتشجعه. طبعا. الأهلي على طول بيكسب، بتشجعه لأنه على طول بيكسب برضه. بس لما بيبقى في ظروف او في بعض المعوقات في النادي برضه هي بتشجعه، بتقف ورا الفريق وبتشجع. هو ده الانتماء. انا عايز اقول ان جزئيه من الاجزاء اللي كبيره جدا ان كلمه انتماء هو ان انت بتحب حاجه وبتحاول تحافظ عليها، تحب اسرتك، تحب لعبتك، بتحب مهنتك حتى لو مش مستفيد من وراها. تمام. شيء ولا منتظر منها شيء. كويس. يعني حتى دايما انا بحب الاغنيه اللي هي ايه، ما تقولش ايه اديتنا مصر وقول هندي ايه لمصر. يعني دايما الانتماء في حته ان انت تعطي بلا انتظار مقابل. كويس. نتكلم عن الانتماء من ناحيه الاسره بقى، يعني ايه اللي يخلي الطفل يبقى منتمي لاسرته؟ لا يعني هقول لك ان هنتكلم زي ايه. الطفل دايما في بدايته لما بيجي يتعامل مع الام والاب. كويس. لما بيجي يتعامل مع الام والاب دايما بيحب ان هو عنده هوايات معينة. هل الأم والأب دور في اكتشاف الهواية دي وإن هم ينموها في الطفل؟ طبعاً. ليهم دور. أكيد طبعاً. لأن هم أول ناس بيحسوا بيلمسوا ده، لأن بيشوفوه بيغني، بيحب. طيب. يسمع مزيكا. معانا رجب ناخد رأيه. أوكي. ألو. صباح الفل عليكم. يا صباح الفل. تحياتي لي وتحياتي لضيوفك وتحياتي لفريق الاعداد المحترم ومشاهدينك وقناه الصحه اللي الصراحه بتنتعونا الصراحه بتدونا راحه امل طاقه جامده والله. ربنا يخليك. ربنا يخليك على الكلام الحلو ده. الله
يبارك فيكم يا فندم. طيب ما تقول لنا معاك بقى الانتماء، انت اهلاوي ولا زملكاوي الاول؟ زملكاوي. يحيى الزمالك. ايوه كده. شفت بقى كل الجمهور اللي اتصل بينا زملكاوي. ماشي. ده برضو يعتبر انتماء. ده نوع من انواع الانتماء. طيب تعالى نتكلم على الانتماء وازاي ان احنا نعلم ولادنا الانتماء. هو شوف اهم حاجه طبعا الانتماء ده يعني بيبتدي خلي بالك من الصغر. تمام. يعني من سن الطفوله والله. ده حقيقي. حلو. يعني الانتماء ده بيجي من الطفوله. كويس. وبالنسبه للحلقه يعني المفروض الصراحه راحه يبقى المفروض في ثقه. مظبوط. اني انا النهارده انا ليا 28 سنه متزوج. تمام. دايما يبقى في ثقه يعني الاثنين يبقى في ثقه لبعض. تمام. يعني انا لو بكلم واحده صديقتي او حاجه كده اكلمها قدامها عادي، هي لو بتكلم حد برضه وعارفاها 100% قدام بعض الصراحه راحه. انت هايل والله. ما شاء الله. حضرتك هايل. منين؟ حضرتك منين؟ ما يحصلش شك ولا يحصل غيره ولا يحصل اي حاجه. انت حضرتك بتتكلم والمدام جنبك؟ المدام اتكلم بالله يا المدام مش قاعده جنبي والله. طيب ماشي بس الكلام حلو. لا الصراحه هي الصراحه راحه يعني هي طالما انا واثقه فيه انا واثقه فيها وهي واثقه فيا خلاص. طبعا يبقى كده مفيش ثقه خالص باذن الله تعوضهم ابدا. شكرا استاذ رجب. فعلا يعني احنا اصدقائي، احنا اول مره النهارده نفتح الاتصالات واحنا بنبقى سعداء جدا 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 بكل التواصل الراقي معاكم، بس بيبقى في بعض الاحيان ان احنا الحلقه بتبقى دسمه وبتبقى موضوعات كتير عايزين نتكلم فيها، لكن في كل فتره هنفتح الاتصالات بحيث ان احنا المردود المهم جدا ان احنا نسمعكم وان انتوا تشاركوا معانا، لان برنامج كل الناس نيوز هو لكل الناس، كل واحد يقول رايه بالشكل اللي هو فيه، كل واحد يعبر عن نجاحه يشاركنا في نجاحه يتكلم عن مشاكله. انا عايزه اعلق على فعلا التليفون او مداخله الاستاذ رجب، ان فعلا زي ما قال، بص هو انا بيقول انا بكلم اي واحده ومراتي قاعده جنبي. هي على فكره انا كنت كده مع جوزي الله يرحمه ابو اولادي. موبايلاتنا ما فيش حاجه اسمها باسورد، موبايلاتنا مرميه، لو رن الموبايل اي حد فينا يرد. فيسنا ما فيش حاجه اسمها فيسي او لا، بالعكس ممكن يدخل يقول لي يعني ايه ادخلي مكاني وشوفي كده وشوفي الرسائل وقولي لي وردي. انا نفس الشيء يعني ما فيش اسرار. البيت كل حاجه متاحه، اما لما يبتدي حد يخاف ويعمل اسرار ولا باسورد ما تديش ايدك على موبايلي وهي تقول لا انت ما هنا على طول لازم يدخل الشك ان في حاجه مش مظبوطه. انت عارفه انا اول ما بخش البيت انا الموبايل بتاعي الاولاد كلهم معاهم البصمه بتاعتهم بيفتحوه. عاملين له بصمات اضافيه. طب البصمات الاضافيه دي لكل البيت، فانا كده كده مش عامل باسورد. انتوا عايزين تعملوا اللي انتوا عايزيه يعني العبوا شوفوا مفيش لان مفيش اسرار مش خايف من حاجه. ومش خايف من حاجه، ما هي دي المشكله. ولما حد بيتصل ممكن اقول لهم يردوا او يجيبوا لي التليفون ارد، يعني انا على ما اعتقد ان مفيش ولا مره لا 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 انت اتصلتي ولا في اتصال حد رد عليكي، لكن ممكن يجيبوا لي التليفون. ما هو المشكله بقى يا محمد اللي انا اقصدها هنا، ان لما حد بيمنع الطرف الاخر من تليفونه او من فيسه او كده بيبتدي من هنا الشك. كويس. ويبتدي من هنا القلق ويبتدي من هنا الغيره. لان انت ليه بتعمل ده؟ اكيد عندك اسرار. ما انت لو ما عندكش حاجه مش فارق معاك يعني، ما اوكي انت اكيد عندك شيء، فبالتالي والا يبقى تليفونك متاح. طب ايه رايك نواجه الشخص ده ولا نسيبه ماشي على مزاجه؟ لا لازم يتواجه ولازم يبقى له وقفه. طبعا لازم يتواجه ولازم يتقال. هل هتواجهه بقوه ولا هتواجهه بالراحه؟ لان ممكن لا انا شايفه ان المفروض ان الزوجه لما تيجي تتكلم مع جوزها لازم يكون بهدوء. تمام. ما ينفعش بقوه، لان ممكن القوه تقلب معاهم ان هو ممكن يعاند معايا. تمام. بس هو هنا انا شايفه حاجه، هي الاول تواجهه. تمام. وتصارحه، لكن لنفترض انه فضل مصمم على رأيه وعلى وجهة نظره ان انا هو كده، تليفوني خط احمر، فيسي خط احمر، انا حر. انا اعتقد ان في حالات صدقني بتوصل للانفصال والطلاق بسبب اصرار احد الزوجين العند. على انه له الحياة. لا مش عند بس لانه هو له اسراره فعلا. يعني هنا بيبقى فعلا له اسراره اللي خايف انها تنكشف، فخايف عليها وبيحاول يحوطها. ده معناها على طول ان العيشة صعبة. لان لما يبقى واحد صريح قوي وواحد مش صريح او في شويه خبث شويه مكر شويه تخبيه، ده اكيد الحياه تبقى مستحيله. لازم الاثنين يبقوا على نفس المستوى، يا صراحه
يا الاثنين بيلعبوا نفس اللعبه سوا، كل واحد له حياته الخاصه. لا بس مش معنى كده، لا لا مش معنى كده. انا بعرف اشخاص ان كل واحد دي حياته الخاصه، لا هو بيفتش في تليفونها ولا هي بتفتش في تليفونه، بس عايشين بسعاده لانهم برضو عندهم ثقه. انا ما قلتش يفتش، لا مش قصدي، لا انا ما قلتش تفتش، يعني انا قصدي ما عندهمش، كل واحد ليه خصوصياته ومع ذلك كل واحد محافظ على الشخص الاخر. اه بس على خصوصيه الشخص الاخر. لا مش بس لا. على خصوصيه الشخص الاخر، بيحترمه في غيابه. يعني يعني ما هو ايه اللي يخليني اشك في الطرف الاخر او طرف يشك في طرف؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه. تمام. لازم يكون في ثقه ما بين الاثنين. لو الثقه انعدمت والشك دخل ما بينهم خلاص الحياه تبقى ما بينهم مستحيله. ما هو انا بقول بعض التصرفات زي كده هي اللي بتدخل الشك. لكن لو ما حصلش التصرف ده والدنيا ماشيه عاديه، طب ما خلاص. طيب احنا معانا في كل حلقه سؤال. تمام. مطعم توجور بيقدم لنا جايزتين، الجايزه الاولى ماديه عباره عن قيمتها 250 جنيه والجايزه الثانيه دعوه للعشاء لعدد فردين. السؤال، يا ترى الاستاف اللي شغال في مطعم وكافيه توجور ليهم يونيفورم، اليونيفورم ده لونه ايه؟ ركزوا كويس جدا على الاعلان وانتم تعرفوا الحل. ويبعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشه. بيظهر على الشاشه. طيب الاسبوع الجاي هنعمل ايه؟ ومش فاكر اللون اليونيفورم بتاع ما هم لو خالص. طيب طيب اصدقائي احنا طبعا سعداء جدا بكل التواصل الجيد النهارده اللي كان معاكم، وسعداء بالحلقه. نقفل الحلقه بسرعه علشان عندنا برنامج تاني. صباح الخير عليكم، انا كنت سعيده جدا النهارده ان انا معاكم، وسعيده بكل الاتصالات اللي حصلت، وبشكر اللي قالت لي الشعر الجميل قوي اسراء. وبشكركم جميعا على وقتكم الثمين ان انتم بتنتظرونا وبتشوفونا. انتظرونا الحلقه الجايه مع سوسن ونيلين. كل الناس نيوز.